ليه بنعطش بعد السحور مباشرة؟ ليه بنعطش بعد الفجر مباشرة؟ ببساطة حضرتك من أول الفطار لحد السحور بتاكل حلويات وأملاح. كل الحاجات اللي فيها حلويات وأملاح يا جماعة بتحتاج ما يكافئها من المياه، ولأن الجسم بطبيعته بيحتفظ بالمياه، فحضرتك آخر وجبة أكلتها السحور كان فيها بعض الحلويات أو بعض الأملاح، وحضرتك بعديها امتنعت عن الشرب. عشان كده الجسم بيقول لك أنا عاوز مية، أنا عاوز مية اللي حضرتك كلته لسه من ساعة أو ساعتين. فلما حضرتك بتمنع الجسم عن المية بعد السحور مباشرة بيحتاج للمياه، عشان كده بتحس حضرتك بعد الفجر إنك عطشان. هتعالج المشكلة دي إزاي؟ حضرتك هتعالج المشكلة دي بطريقتين. الطريقة الأولانية إن حضرتك بعد الفطار بساعتين ده كان آخر موعد حضرتك هتاكل فيه حلويات وأملاح. بعد كده لازم كل الأكلات اللي هتاكلها تبقى خالية من الأملاح والحلويات أو الأملاح الكتيرة والحلويات أو السكريات الكتيرة، بحيث إن حضرتك لما تخش على وجبة السحور يبقى جسمك اكتفى بالمياه اللي تكافئ الحلويات والأملاح اللي كلها في أول ساعتين بعد الفطار. يبقى هناكل الحلويات اللي احنا عاوزينها والسكريات اللي احنا عاوزينها واي حاجة فيها املاح في اول ساعتين او اول ثلاث ساعات بعد الفطار، وبعد كده كل الحاجات اللي هناكلها لحد السحور تبقى متعادلة في الاملاح او متعادلة في السكريات، سكرياتها قليلة املاحها قليلة.